نكمل بقية أو المودز بتاع الفنتيليشن. احنا وصلنا عند السايكلينج وعرفنا يعني ايه تريجر وليميت وسايكلينج. النفس بيبدأ امتى ومين اللي بيبدأه وبيخلص امتى ومين اللي بيعمل اكسبيريشن او بيعمل ليميت بيعمل سايكلينج او بيرجع بيخلص النفس ويبدأ الاكسبيريشن فيه. هنعرف كل واحد فيه ايه من التايبس بتاع المودز دي او البرامج دي. في حاجه بريشر فنتيليشن وفوليوم فنتيليشن. زي ما احنا اتكلمنا في الاول قلنا في فوليوم سايكل وبريشر سايكل وتايم سايكل. البريشر سايكل يا اما سبورتد يا كنترولد يا سي باب يا باي باب. يا سبورت يا بريشر سبورت او كنترولد او سي باب او باي باب. وفوليوم كنترولد واسيست اسيست كنترول واي ام في واس اي ام في. دي تقريبا البيزكس او البيزك تايبس لكل نوع البريشر والفوليوم. لما ما بيجي او الطبيب لما بيجي يبدا اي عيان بيبدا على طول الاسيست كنترول او البريشر كنترول. يعني اسيست كنترول يا بريشر كنترول فنتيليشن دي اول تشويس للعيان. لان سبورت البريشر سبورت لو شفنا تاني واحد بريشر سبورت العيان زي ما لسه مش شايفين في الانفاس او تايب اوف بريث اند مود البريشر سبورت العيان بيبدا والجهاز بيكمل. لا انا محتاج ان انا في الاول العيان انا مش عارف لانج باثولوجي او القصه فيها ايه او العيان ده هينفع معاه السبورت ولا لا. فانا بحتاج حاجه كنترولد اللي هي اسيست كنترول او بريشر كنترول اسيست كنترول او بريشر كنترول فنتيليشن. طيب البريشر سبورت فنتيليشن هنا التريجر عن طريق العيان الليميت باي بريشر وافكتد باي انسبيريشن. يعني العيان هنا هو اللي بيبدا النفس واول ما يوصل للبريشر ليميت اللي احنا حاطينه او الطبيب حاطه خلاص السايكل بتخلص ويبدا يعمل سايكلينج للاكسبيريشن اوتوماتيك. البريشر كنترول فنتيليشن بريشر كنترول باي تايم هنا كنترول اللي هنا العيان ما بيعملش اي حاجه الجهاز شغال في كل حاجه. تريجر باي تايم هو وليميتد باي بريشر افكتد باي انسبيريشن اونلي لان هنا العيان هنا ما بيعملش اي حاجه مجرد الجهاز بيدي كل حاجه والعيان نايم زي الباشا. السي باب والباي باب قلنا كونتينوس بوزيتيف اير وي بريشر ده عباره عن نفس بيدي العيان بياخد بريشر ات اند اوف انسبيريشن اول تايم. لكن الباي باب بياخد نفس السي باب بس معاه بريشر سبورت من 25 سنتيمتر ووتر. يبقى السي باب ان العيان بياخد كونستانت او كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر ياخد بوزيتيف اير واي بريشر على طول. لكن الباي باب بنزود عليه بريشر سبورت بيزود عليه البريشر زياده كمان حاجه اقوى لان العيان ده محتاجها من 25 سنتيمتر ووتر. السنتيمتر ووتر بريشر داون او الفاليو بتاع القياس دي هي بتساوي مليمتر ميركري بس بنضربها 0.73 بنضربها في 7.73 من 100 عشان توصل لمليمتر ميركري. ده الفرق بين سنتيمتر ووتر بريشر والمليمتر ميركوري بريشر. السي باب لما جينا بدأنا في المودز او في البرامج قلنا السي باب فكرته ان هو بيستخدم نون انفيزيف فبيبقى حلو جدا للعينين في الاول خالص عشان ان انا اقلل الانتيوبيشن او اقلل ان انا احطه في على الاندوتراكيال تيوب احطه انفيزيف فنتيليشن. بنستخدمه ميديكال ثيرابي لاي عين هايبوكسيميك او سبوتي اسيدوزيس او تاكيبنيك. بيتحط معاه برونكودايليتور او انتي بايوتيك اي ادويه. ده كله بيقلل مع الطبيب فرصه ان العين يتحط على جهاز تنفس صناعي انفيزيف فبالتالي بيحسن العيان. لو ما استجابش العيان بيتحط على انفيزيف عادي. من ضمن الحاجات المشهوره برضه اللي بيستخدم فيه السي باب السليب ابنيا اللي عنده ابنيا ديورنج سليبنج او ديورنج بينام افتر 2 اورز بيقوم بيحصل له ابنيا فالعيان بينام على الجهاز
طبعا البارامتر بتاعك او البريشر والريت بتاع العيان بتاع الجهاز بيتظبط على حاجه العيان وحاله حاله اللنج، البادي ويت مهم جدا، والايج بتاعه، البلمونر فانكشن بتاعته، الاكسجين ساتوريشن، الاكسجين او البلاك جاز عموما بتاعته. فبيبدا الطبيب بيعمل السيتنج على اساس ده. اسيست كنترول، اسيست كنترول هنشتغل بيها لما برضو دي من ضمن المودز الاساسيه. اول ما بنحط جهاز او الطبيب بيحط الجهاز التنفس الصناعي العيان بنحطه على الاسيست كنترول مود. كنترول مود ان العيان سيت بريسيف سيت نمبر اوف بريس اند كانت بريس بتوين فنتليتور اند بريس سيميلر تو بريشر سب. يعني هنا العيان بياخد ما بياخدش بيعرفش ياخد نفس، هو مجرد العيان كنترول ده على الجهاز التنفس الصناعي. اسيست مود العيان انشيت اول بريث بس الجهاز هو اللي بيكمل الباقي، تمام؟ بيكمل النفس طبعا. السايكل دي الطبيب متظبطه ريت معين وبريشر معين وفوليوم معين وسرعه معين، لكن مين اللي بيبدا النفس، الجهاز ولا العيان؟ الجهاز. في الكنترول الاسيست العيان، الاسيست كنترول الجهاز بيشتغل assist mode و unless patient respiratory rate fall below reset value ventilator then switch to control mode. يعني العيان بيشتغل لغاية ما خلاص اخذ نفس هو قدر ياخده. لو وصل التارجت او الريسبيراتوري والفوليوم والبريشر اللي هو المفروض يبقى على السيت اللي هو الموجود على السيتنج اوكي، لو ما عرفش بيبدا الجهاز يكمل. طيب باختصار دي شكل الجرافز اللي بتبان قصادنا او بتبان على الجهاز التنفس الصناعي. لما نشوف هنشوف واحد برضو من الحديث ده، كان ده 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 جراف شكله قديم شويه بس هيوريني بالظبط الانفاس اللي العيان بياخدها او الجهاز بياخدها. ببساطه اللون الاسمر اللي هو الهرم اللي فوق دون ده عباره عن الفوليوم اللي الجهاز العيان بياخده. خد كام لتر هنا؟ حوالي 10 لتر في النفس ده، ونزل عمل اكسبريشن وخد نفس تاني، عمل اكسبريشن وخد نفس تاني. الخط اللي هو الخفيف ده البريشر اللي موجود عليه العيان. هنا العيان على ماينس 3 اهو اهو اهو. طيب اسيست كنترول انا عايز اعرف اني جراف العيان بيشتغل هنا، العيان بيشتغل فين ده؟ فين فين شغل العيان؟ السنه الصغيره دي العيان هنا خد نفس، او السنه نزل تحت خد نيجاتيف بريشر، العيان هو اللي خده مش الجهاز. هنا الجهاز بيدي بص البريشر في الفوليوم اللي فوق دون، والبريشر اللي فوق ده الخفيف دون هو ده البريشر بتاع الجهاز، ده بتاع الجهاز. لكن بتاع العيان هو السنه الصغيره اللي العيان خدها دي اهي، نزل الجراف تحت شويه او نزل الهرم ده تحت شويه، فالعيان خد النفس ده في الاسيست كنترول. انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، هنا الجهاز عمال يدي انفاس والعيان بيشتغل في النص. احيانا كتير لو جه نفس العيان عكس نفس الجهاز، الجهاز هو اللي بيشتغل، فبالتالي بيحصل ديسنكرونايزيشن ويحصل الارم للعيان، ما فيش اي نفس يوصل للعيان. سنكرونايزد ان هنا الجهاز والعيان بيشتغلوا مع بعض، بس الجهاز بيدي فرصه للعيان ان هو يكمل. لو لقى العيان بيشتغل بيسيبه يشتغل زي الباشا، ووقت ما يقف يكمل العيان هو. دي كلها في سنسور، وده دي كلها عباره عن البرنامج هو اللي بيتحكم في ده كله، برنامج كمبيوتر كامل بيتحكم في الكلام ده. الاي ام في والساي ام في اهو. الاي ام في بيشنت ريسيف سيت نمبر اوف فنتليتور بريس ديفرنت فروم كنترول، بيشنت كان شيت اون بريس ديفرنت فروم اسيست، بيشنت سبونتينس بريس ار نوت سبورتد باي ماشين ويز فيكسد تايدال فوليوم. يعني هنا العيان ممكن ينشيت بس مفيش سينكرونايزيشن بين العيان وبين الماشين. الساي ام في موستلي كومن يوزد، ده مهم يعني، ده من ضمن المودز اللي بنستخدمها كتير قوي. بيسمح بالسبونتينس بريس ويز مانداتوري بريس، يعني بيسمح ان العيان بياخد نفسه والجهاز بيدي انفاس ان بتوين، او العيان ان بتوين زي الفل. اهو ذا بيشنت اذا بيشنت هاز ريسبيرتوري درايف ذا مانداتوري بريس ار سينكرونايز ويز ذا بيشنت انسبيرتوري ايفورت، يعني العيان والجهاز متوافقين واصحاب وزي الفل اهو. طيب هنا باختصار كل مودز من اللي احنا قلناه، بشر سبورت وبشر كنترول اسيست كنترول السبونت السيباب، في لون فانكشن معين او ادفانتج معين لكل مود، وفي ديس ادفانتج. طبعا الحاجات دي كلها مش
ما بيبانش على يعني لو في ديس ادفانتج او لو في كومبليكيشن من مود معين ما بيبانش على كل عيان ايكوال. ده كله دي كلها دراسات وبتظهر بيظهر التكست بوك بتظهر او بتقول لك البوست كومن ادفانتج ديس ادفانتج والانديكيشن لكل مود من دول. البريشر كنترول فنتيليشن بنستخدمه عشان العيان ما يحصلوش برضو اي عيان خايفين عن يعني عنده مشكله من انه ممكن يحصل له انجري لانج او بارو تروما, فانا بستخدم مع بريشر سبورت بريشر كنترول فنتيليشن. الادفانتج بتاعته ان هو بريفنت اكسسيف اير واي بريشر, بيقلل الالفيولار اوفر ديستنشن, وبيخلي البريشر سبورت البريشر كنترول بيخلي العيان سهل جدا يطلع او يتشال من على الفنتليتور بسهوله. طيب ايه الديس ادفانتج لده؟ مش مريح للعيان, محتاج سيديشن. فاحيانا كتير لو العيان خد سيديشن او خد حاجات بتنيم عشان يقدر يكمل على الجهاز التنفس الصناعي وما الجهاز ما يأذوش, هنا ممكن ياخد لو هو بالذات لو هو اولد ايج ممكن يخش الديب كوما. يعني انا بنايمه واعمل له سيديشن بس احيانا ممكن السيديشن دي تقلب معاه كوما يعني للاسف. فبريشر كنترول ده نظام حلو قوي, بيقلل البريشر جوه في الاير واي ويقلل الفر اوفر ديستنشن, فبالتالي وسهل جدا ان انا احطه اشيل العيان من عليه بسهوله. جميل, بس مشكلتنا ان هو العيان احيانا كتير بيحتاج ما بقاش مريح للعيان ومحتاج ان انا اعمل العيان ده سيديشن. الاسيست كنترول بستخدمه لما يكون العيان محتاج من الفنتيليشن قليله وكمان لو ورك اوف بريذنج, ان انا بيقلل ورك اوف بريذنج. انا ده من ضمن دي من ضمن الانديكيشن اللي انا سوري الجولز بتاع الميكانيكال فنتيليشن ان انا اقلل ورك اوف بريذنج. فبالتالي محتاج الاسيست كنترول ان انا ده بيقلل ورك اوف بريذنج بطريقه حلوه قوي. بنستخدمه فين؟ لو العيان requiring for ventilatory support and is in whom fluctuate tidal volume are undesirable. يعني العيان هنا محتاج عنده ventilatory failure, محتاج ventilatory support completely, فأنا محتاج assist control. ده اللي احنا قلناه في الأول assist control أو pressure control. الassist control لو العيان اللي هو جاي زيرو مش مفيش أي حاجة يقدر يعملها واللنج مش شغالة تماما, بستخدم معه assist control. الديس ادفانتج ممكن يعمل respiratory acalosis, يعمل hypotension و hyperventilation العيان ده ويعمل autobeep. autobeep دي معناها ان العيان already بياخد positive index respiratory pressure من الجهاز, فبيكون كمية هواء ببرشر جوه في اللنج ويخلي ان عنده بيب داخلي, ده بيزود البريشر جوه ممكن يأذي اللنج بقى على فتره يعمل لنج انجري بسهوله. لكن الاسيست كنترول ده مود حلو قوي لاي عيان جاي اكيوت وجاي اول ما دخل واللنج ما فيش اي لنج مع اللنج مش يعني ما فيش اي لنج ورك, ما فيش اي ريسبات ورك العيان بيعملها, فمحتاج انا اسيست كنترول او بريشر كنترول. اس اي ام في والسبورت بحتاجها حلوه قوي لما يكون عيان هايبر فنتليتد والعيان عنده هاي اير واي ريزيستنس. يعني هنا كومبليكيشن بتاع الاسيست كنترول بحطه على اس اي ام في زي الفل, بيقلل الاير واي بريشر ريزيستنس و وايد رينج فور سبات, بيدي وايد رينج للسبات سبورت. ديس ادفانتج ان هو بيزود الورك اوف بريذنج. مشكلتي ان انا لو عندي العيان عنده الورك اوف بريذنج او الريسبيراتوري فاتيج عاليه فده هيزوده, دي الاس اي ام في هيعمل ده, فبالتالي هيبقى عندي مشكله في الورك اوف بريذنج والريسبيراتوري ماسل فاتيج بسهوله. البريشر سبورت بنستخدمه للعيان الكونشس بالذات اثناء الاكسوبيشن, لما نيجي نشيل عيان من على جهاز التنفس الصناعي بنحط له بريشر سبورت فنتيليشن. الادفانتج ان هو كومفورتبل مود فور ذا ويك كونشس بيشنت, مريح جدا للعيان الكونشس, ما بيزهوش ما بيضايقوش زي الكنترول فنتيليشن. الديس ادفانتج بيشنت ماست تريجر اتش بريث, يعني العيان لازم هو اللي ياخد نفسه, فبالتالي لو عم ما خدش نفسه يحصل هايبوتنشن اسوشيت بور كواليتي سليب جنرال انكابل فور برايدنج فولف اند لاتر سبورت. يعني عم ما خدش النفس او ما عملش تريجر للنفس العيان ممكن يحصل له يحصل هايبوفنتيليشن ويحصل
انكابل مفيش فول فنتريتوري سبورت من الجهاز، العين هو لازم يبدا النفس. فالبشر سبورت ده من نوع من انواع المودز او البروجرام اللي بتخلي العيان سهل جدا يتحط ينام عليه ومريح جدا للعيان الكونشس، وكمان ان العيان بيتحط عليه اثناء فتره الويننج او ان انا لما اجي اشيل الجهاز نفسه من العيان. لكن مشكلته ان العيان لازم هو اللي يعمل تريجر او يبدا النفس كل مره، والجهاز مش هيبدا له النفس. طيب جميل قوي، يبقى احنا كده خدنا المودز. المودز دي عباره عن برامج كمبيوتر موجوده في الجهاز النفس الصناعي، كل برنامج بيشتغل بطريقه معينه. طيب قلنا جبناهم من على الشمال السي باب والكنترولد او سي كنترولد مود سي ام في واسيست كنترولد مود، وبعدين اي ام في انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، واس اي ام في سينكرونايز انترميتنت مانداتوري. وقلنا ان الجهاز هيدي بريشر كميه هواء ببريشر معين، فوليوم ببريشر معين، بريت سرعه وسرعه فلو معين. طيب بعد كده قلنا كل مود بنستخدمه في ايه. العيان لما يجي من في الاكيوت كير في الاول خالص بيتحط على لما يكون حالته لسه العيان مفيش اي لانج وورك، مفيش اي ريسبيرتوري وورك عند العيان، بيتحط على اسيست كنترول مود فنتيليشن او بريشر كنترول فنتيليشن، ده في الاول خالص. بعد كده لو العيان يتظبط نبدا نعمله سبورتد فنتيليشن. طيب لما العيان يبدا هيتشال من على جهاز التنفس الصناعي بنقلل له شويه السبورت من الجهاز، وندي حاجات زي سي باب او بريشر سبورت عشان ده افيد لللنج واحسن للعيان والكومبليكيشن بتاعته اقل، وسهل جدا ان انا اشيل السبورت وارجع العيان للروم اير بسهوله. طيب لما جينا قلنا ان كميه الهواء او الفوليوم دون ببريشر بريك بسرعه معينه، طيب دي اسمها ايه؟ سيتنج. الجهاز نفسه متظبط على برنامج اللي هو المود، والسيتنج اللي هي الارقام اللي جوه في المود دي. السيتنج هنبدا باول حاجه الاكسجين، فراكشن انسبايرد اكسجين، كميه او نسبه الاكسجين اللي داخله العيان عشان احسن بيه الاكسجين اللي في البلد، البريشر والساتوريشن بتاع العيان. بيبدا الطبيب بيبدا 100%، ولو العيان معقول ممكن يبداوا ل 40% او 60، بيخليه دايما في النص 60، وما يقدرش يحط العيان على 100% فتره طويله، لان ده بيعمل الميكيول بتاع الاكسجين البريشر بتاعه عاليه، وتعمل تعمل لانج انجري بسهوله، التوكسيستي بتاع الاكسجين تفرقع الالفيولاي والدنيا تضيع. ما ينفعش ان انا احط العيان على 100% اكسجين فتره طويله قوي، فبيحطه في الاول على 60 او 100 ويبدا يقلل، واثناء الديكريزنج الفراكشن اسبايد اوكسجين داون يبدا يشوف البلاك جاز بتاع العيان شويه كل نص ساعه، ويبدا يبص على حاله العيان ولغايه ما يوصل اوبتيمال اوكسجين ساتوريشن او اوكسجين فراكشن اسبايد اوكسجين للعيان الاوبتيمال ليه. جميل، يبقى الفراكشن نسبايد اوكسجين عباره عن نسبه الاكسجين اللي داخله من جهاز التنفس الصناعي العيان، بتعتمد او بتتوقف على حاله اللنج واستجابه اللنج. تاني حاجه البيب بوزيتيف اندكس اوف بريشر، زي ما احنا قلنا في الاول من جهاز التنفس الصناعي كانت نيجاتيف بريشر وبعد كده بوزيتيف بريشر، فانا عندي الاساس بتاعي ان انا بدي بوز البريشر للعيان، من ضمنها البيب او البوز الاندكس بتاع البريشر. ليه؟ عشان اخلي اللنج دايما مفتوحه والعين ياخد نفس على لنج مفتوحه، لان ده اوريدي بيبقى ديتريتد نتيجه اللنج باثولوجي نيمونيا والانفكشن والار دي اس، فاللنج كل البروتكتيف ميكانيزم الموجوده في اللنج بتبقى فيلد، من ضمنها السيرفكتنت والكومبلاينت بتاع اللنج والسيتي بتاع اللنج تيشو. فانا محتاج ان انا انفخ اللنج دين وما اذيهاش ما تفرقعش مني وتبقى مفتوحه دايما عشان العين ياخد نفس على لنج مفتوحه وما تلزقش يحصل لها اتليكتيز في بعضيها. طيب البيب داون بيبدا من 5 ل 15 سنتيمتر، كلما قل البيب كلما حاله اللنج تبقى احسن.
من ضمن الحاجات اللي بتخلي اللونج او البلاك جاز بتاع العيان كويسه ان انا بدي اكسجين اللي هو فراكشن انسبايرد اوكسجين بجانب البيب، ان انا ممكن ازود البيب، ممكن نبدا من 3 سنتيمتر ووتر، ندي 5، ندي 7 8 9 10 حلوه قوي، لكن اكتر من كده ممكن يعمل لونج انجري ويعمل يعمل يزود الانتراثوراسيك بريشر نتيجه البيب دون او البرست بريشر اللي انا عمال ادي العيان. تمام. هيعمل ايه البيب؟ قلنا سنتيمتر ووتر، قلنا لسه قايلينها من شويه، قلنا سنتيمتر ووتر بتساوي مليمتر مركي بس بنضربها في 0.73. جميل. البيب هيزود الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي بتاعه اللنج، بيقلل اتلكتيزيس، يقلل انترابلموناري شنت، يعمل ريكروت لكولابسد الفيولاي، لو في الفيولاي لازقه في بعضيها بيعمل ريكروت لانه بينفخها وبرشر معقول وثابت اثناء الاندوفين اسبيريشن. بيزود بيحسن الكومبلاينس، يحسن الاو 2، بيحسن الاكسجين بريشر والساتوريشن بتاع العيان، حلو قوي. الديس ادفانتج لو قعد فتره طويله او زودته ممكن يعمل ار دي اس، ممكن يعمل بالمون قديمه، ممكن يعمل انترسوسك بريشر، يعمل تبقى كارثه جوه في اللنج. جميل. ده تاني سيتنج، يبقى في اي او 2 ده اول واحد. البيب تاني حاجه. ريسبيراتوري ريت هنا احنا قلنا زي ما احنا قلنا احنا بنحط رقم معين للانفاس، عدد معين للانفاس. ريسبيراتوري ريت سيتنج سيت فروم سيرت ندي 12 ل 20 بريث بير مينيت. لو انا الافشنسي اوف فنتيليشن ديكريز ويز انكريزنج ريسبيراتوري، يعني انا لو زودت الريسبيراتوري كده هيقلل الفنتيليشن بتاع العيان وبالتالي ديكريز تايم فول ايفر ايمتنج، فبالتالي العيان مش هيوصل الاوبتيمال ريسبونس سايكل او الاوبتيمال اوكسجين ساتوريشن اللي انا محتاجه بعد كده من الريت داون. فالريت هيبقى من 12 ل 20 وهنشوف ده. طبعا في حاجه مهمه، سيتنج دي البيزك سيتنج دي الارقام اللي انا بنقولها دي بيزك لاي عيان، لكن هو الطبيب لما يجي يحدد العيان ده اللنج بس هو عارف اللنج باثولوجي بتاع العيان بيبقى في سيتنج مختلفه لكل لنج باثولوجي غير الثاني. التايدل فوليوم او كميه الفوليوم او كميه الهواء اللي هياخدها العيان بتحسب ازاي؟ من 8 ل 6 مللي بير كي جي، يعني بياخد 6 مللي او بيبدا من 6 مللي كل كيلو جرام، فبالتالي محتاج ان انا اعرف وزن العيان. تمام. التايدر هتلاقيه يبدا من 400 لغايه 500. جميل. ما نزودوش قوي لان ممكن يعمل فوليوتروما، الفوليوم نفسه ياذي يعمل ديستنشن في الفلا جوه ويعمل تروما لللنج نتيجه الفوليوم. اذر مين تو ديكريس، لو انا محتاج ان انا اقلل السي او 2 ممكن اقلل المسل اكتيفيتي، مينيمايز اكسوجينس كربون لود، ان انا اقلل الاكسجين الكربون اكسايد الموجود في اعمل ووشنج للسي او 2، او نعمل كنترول للهايبر ميتابوليك ستيت، لو في العين عنده هايبر ميتابوليك ستيت لاي سبب من الاسباب لازم نعملها كنترول او نعملها تريتمنت، ده يحسن معانا السيتنج بتاعتنا. يبقى اف اي 2 البي ريسبيراتوري تايدر. ايه اللي بعد كده؟ الاي اي ريشيو، بالنسبه للاكسبيراتوري ريشيو انه غالبا تبقى 1 تو 3 1 تو 2 او ممكن 1 تو 3 او 1 تو 4. بنزودها لما نيجي نعمل ووشنج للسي او 2، غالبا لما يجي الطبيب عايز سي او 2 عالي بنعمل ووشنج، بنزود الاكسبيراتوري ريشيو عن النسبه. البي اي بي او البيك انسبيراتوري بريشر، بيك بريشر اللي العيان بيوصل له، المفروض ان انا زي ما احنا قلنا بندي بريشر سبورت. بريشر سبورت ده ممكن يبقى بيبدا من 20 لحاجه و30، ما ينفعش يبقى اكتر من كده، كل ما يزيد كل ما يزود الباروتوم يعمل تروما لللنج. يبقى البيك بريشر والبيك بريشر العيان هو ده بوزيتيف بريشر، ما فيش عندنا نيجاتيف خالص، كله بوزيتيف. المفروض يبقى غالبا بيبدا من 20 لغايه حاجه و30، ما بيوصلش 45 دي اساسا، يعني ده اللي هو التارجت بتاعنا لو لا قدر الله احتاج ان هو يزود، بس ده ممكن يعمل باروتوما لللنج. البلاتو بريشر، بريشر ميجر ذات اند في انسبيراتوري فيز، البريشر جوه في اللنج بعد الانسبيراتوري فيز ما تخلص المفروض بيبقى اقل من 20 ل من اقل من 30 سنتيمتر ووتر عشان نقلل برضو الباروتوما. طيب ايه تاني جوه في السيتنج؟ مين فنتيليشن. مين فنتيليشن المفروض عباره عن التايدل فوليوم فور ريسبيراتوري ريت، النورمال هتبقى من 5 ل 8 لتر بير مينت.
المينيت فنتريشن بتعنين الجاز تشينج بير مينت، يعني الفوليوم اوف جاز تشينج بير مينت. معنى كده ان انا كميه الجاز اللي هيحصل لها الجاز تشينج جوه اللنج هتبقى قد ايه، هتبقى 5 لتر بير مينت او 6 او 7 او 8 ايا كان السيتنج اللي متظبطه عليها على حسب اللنج باثولوجي. ده انا مش الديتيلز بتاع اللنج باثولوجي دي ان فيزيشن هاند نوت اون ماي هاند، انا مجرد ان انا عايز اعرف الحاجات دي وجايه منين والسيتنج دي ايه الرينجز بتاعتها اللي موجوده قدامي على الجهاز. اهو ده ببساطه دي صوره جهاز. طبعا ده جراف والسيتنج هنا، ده جهاز ده الفي فيتا، ده دي شاشه حديثه. حتى لو شاشه قديمه انا مش محتاج ان انا احفظ قد ما انا اشوف كل رقم مكتوب جنبه ايه. ابسط حاجه خلينا مع الشمال شوف الجراف، الجراف سنتيمتر روتا يبقى بريشر، يبقى ده البريشر. بص البريشر هنا اللون الاسود طالع لفين؟ لغايه 20 حاجه و20 اهو، ده البريشر سبورت او بريشر البيك بريشر بتاع العيان. طيب اللي تحت السهم اللي هو المثلث ده لتر بير مينت، يبقى ده الفوليوم بتاع الفوليوم هنا العيان بيقعد كام؟ لغايه 40 لتر بير مينت. جميل. لما نيجي على الشمال هنا البيب 5، المين بريشر بتاع العيان 10، الاي اف 2 الاي اف اي او 2 36% بيبقى 36% اكسجين، المينيت فنتريشن 4.5 بيحصل جاز تشينج في كل دقيقه 4.5 لتر. طيب تحت شويه الفريكوانسي ال 10 بيت بير مينيت بياخد كام نفس في الدقيقه؟ 10 انفاس. 450 ده تايدال فالف في تي اهي جنبها. تمام. طب ايه المود بتاع الجهاز؟ هتشوف المربع اللي في الاخر ده اللي فيه الدوائر ده، هتلاقي اللون الاخضر كلهم ابيض ما عدا واحد اخضر اللي هو البي سي بي بريشر كنترول فنتيليشن. ده المود بتاع ده البرنامج اللي شغال عليه العيان اهو 36 الاف اي اللي هو الاوكسجين ساتوريشن، هنا الفريكوانسي 10 البيب 5 نفس الكلام الموجود عندي فوق اللي على جنب العيان او باللون الازرق نفس الكلام باللون الاخضر تحت في الشاشه. ده فيتا او ده شاشه شاشه بتاع ده الجهاز نفسه اي فيتا. طيب شاشه ثانيه برضو هنا العيان هنا الاخضر هنا اس اي ام في سنكرونايز انترميتنت مانديتوري فنتيليشن، ده المود الاكسجين 50 تايدر 450 الفلو او الفريكوانسي هنا بيقولش الريسبيراتوري هنا بيقول فريكوانسي يعني عدد اف فريكوانسي 12. جميل. البيب هنا 8 الفلو الفوليوم بياخد 22 لتر لكل سرعه الهواء يعني 22 لتر بير مينيت. ايه تاني؟ دي البيزك سيتنج او دي شكل السيتنج العام الجهاز. فانا مجرد ان انا اشوف الرقم وتحته مكتوب ايه هعرف الرقم ده بتاع ايه بالظبط. جميل. طيب وانا شغال احيانا الجهاز بيقعد يبدا الارم يا اما هاي بريشر تمام يا اما فوليوم يا اما فريكوينت. هاي بريشر او لو بريشر او هاي سباتريت او لو اكزالت فوليوم، يعني عندي هاي بريشر فوليوم ليميت يعني هتلاقي الجهاز بيصفر ومدي هاي بريشر الارم. الارم مكتوب جاي هاي بريشر يعني ايه؟ في سكريشن معناها غالبا يبقى في سكريشن في كينكينج في التيوب التنت العيان بيكح الريسبيراتوري بريشر في برونكوس باز العيان بدا يحصل له برونكوس باز لاي سبب من الاسباب او نيوموثوركس في هواء في البالونه. فدي الكومن كوزز اوف هاي بريشر ليميت الارم. اللو بريشر لو الفنتليتور تيوب نوت يعني لو احيانا وانا الممرضه بتعمل سكشن بتشيل التيوب من بق العيان فده بيعمل لو بريشر الارم. هاي ريسبيراتوري الارم هو طبعا انا هعرف الحاجات دي ازاي. هو اصل الارم جاي مدي لون احمر او بيدي لون اصفر او احمر ايا كان اللون مكتوب الارم هاي بريشر هاي بريشر لو بريشر هاي ريت او هاي لو فوليوم بيبقى مكتوب اصلا اسم الارم ده او ايه نوع الارم ده قدامك على الشاشه. هاي ريسبيراتوري لو العيان بياخد نفسه عنده انكزايتي او بين او في سكريشن او هايبوكسيا او هايبركابنيا ان عم ياخد نفس عالي جدا وفي سكريشن العيان بيعمل ريسبيراتوري بيزود ريسبيراتوري فيقول لك كان الريسبيراتوري عالي فيبدا يدور على السبب. لو هو سكريشن بيعمل ساكشن يعمل
ريسبيراتوري كير او يعمل تشيست في الصربي يبدا ينادي حضرتك وتشتغل مع العيان. لو اكزالد فوليوم فنتريتور تيوبينج نوت كونكتنج احيانا كتير لو الجهاز الالارم ده فايدته اكتر من حاجه ان انا اعرف ما في سيكريشن. دي من ضمن الحاجات اللي بتفرق معايا في شغلي. لو التيوب وان مثلا الممرضه قاعده وحد من العمال بينظف العيان او بيعمل حاجه للعيان فشد التيوب اتحركت مكانها، فلو اتحركت مكانها والعيان ما خدش نفس العيان ممكن يحصل له هايبوكسا ويموت، فبالتالي محتاج حاجه تقول لي ان اللي فيه مشكله، فيبدا الالارم يدي ان في الارم ويبدا يقول لك ان التيوب مش كونكتد، يلحق يشوف العيان او يشوف ايه السبب ايه. او في التيوب نفسها العيان خد نفس عالي جدا او التيوب نفسها فيها سكريشن، دي كلها الالارم دي كلها لازم تكون ان المايند عشان ما يحصلش اي مشكله للعيان من غير ما ناخد بالنا. بنعمل مونيتورنج للديورنج ميكانيكال فنت، ايه الحاجات اللي بنشوفها على العيان؟ فيزيكال اكزامينشن عموما، فيزيكال اكزامينشن دي ثابته في كل حاجه، بيعمل اكزامينشن باي اوبزرفيشن وبالبيشن وبالكاشن اللي احنا بنعمله على العيان كونشس بنعمله على العيان ميكانيكال فنتيليشن. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انا بشوفها اثناء ما انا شغال كفيزيكال ثيرابيست مع العيان دون، ببص على المونيتور، ببص على الفنتليتور، ببص على شكل العيان، هل وش لون الفيس الريسبيراتوري ريت بتاعه، هل في سويتنج، هل في لون اي لون مختلف، في ساينوزس، في اي حاجه ظهرت على العيان اثناء الجلسه لا، معنى كده ان حصل حاجه خطا، ممكن انا شديت تيوب التنت بطريقه او اخرى، العيان نفسه بقى في سكريشن بدات تزنق التيوب، بدا يحصل هايبوكسيا، الريسبيراتوري بدا يتغير، ده كله حضرتك بتبص عليه وانت شغال مع العيان. درايف بنشوف الريسبيراتوري ريت درايف ده سبونتينيوس تايد فوليوم، العيان بياخد تايد فوليوم قد ايه، ريب كيج ابنورمال موشن، العيان بياخد نفسه من ريب كيج ولا من الابدومن، هل الحركه في الابدومن اكتر ولا الريب كيج او الثراكس، الكومبلاينس اللي هو ال او نوع من انواع الديستنسابيلتي اوف ذا لانج ميجرد باي الميكانيكال فنت، يا اما ستاتيك يا اما دايناميك، دي لها شرح مفصل لا علاقه بشغلي احيانا ممكن انا اتطرق، بس طبعا للبيزكس او للناس اللي لسه مبتدئين كفيزيو ثيرابيست ان اي سي يو او اي سي يو مانجمنت غالبا انت مش هتعرف تبص عليها لانها صعبه، انت محتاج ان تعرف الاساسيات، وده هنعرفه ان شاء الله في السيشن اللي جايه هنشتغل مع العيان ده ازاي. فالكومبلاينس دي من ضمن الميجرمنت اللي انا ممكن اشوفها وتفرق معايا في شغلي، تفرق معايا في شغلي كفيزيكال ثيرابيست. البيكن اسبيراتوري بريشر، البريشر بيزيد عن العيان اللي احنا قلنا عليه من شويه، المفروض يبقى 20 30 اي ويف بريشر ويف فورم، البريشر بتاع الويف فورم اللي احنا شفناه من دول الفلو والفوليوم، البريشر والفلو بتاع العيان فيه اختلاف، في حاجه غلط حصلت ولا لا. الجاز اكسشينج او البلاك جاز عموما لازم ابص، طبعا مش هبص على البلاك جاز وانا بعمل الجلسه لا، اللي انا بشوف وانا واقف في الجلسه على المونيتور بشوف الاوكسجين ساتوريشن او البلس اوكسيمتري بتاع العيان بيتغير ولا لا. طيب العيان خلاص خد الفتره بتاعته، قلنا المودز او السيستم اللي اتحط على العيان ده على حسب اللانج باثولوجي بتاع العيان من كل مريض للتاني. البيزك سيستنج اللي احنا قلناه من شويه، طيب العيان لما يجي يشتغل او الطبيب يجي يشتغل على العيان او يحط على مود اساسي، قلنا الاسيست كنترول بريشر كنترول مود، دي الاساسيات بتاعه الفنتليتور. بعد كده ممكن يقلبوا على بريشر سبورت او الـ او الـ الاي ام في يعني السنكرايز انترميتنت مانداتوري فنتليشن، على حسب طبعا استجابه العيان والبلاك جاز والكلينيكال ساينز سيمتوم اللي عند العيان. طيب خلاص العيان خد الفتره بتاعته وبدا العيان يتحسن، هيبدا يحطوا على بدائل عشان يقلل السبورت او اعتماد اللنج على اللنج، بدات تخف مع العلاج ومع الفنتليتور فبدا يخف، ومع حضرتك طبعا وشغلك اساسي لا غنى عنه مع المرضى دول، يعني ده مش كلامي، ده كلام الطب يعني كلام الاستاف عموما. ان انت ان هم محتاجين الشغل بتاعك ده عشان السكريشن دي كل ما بنخرجها كل ما بتعمل ريسبيراتوري تريننج للعيان ده بيحسن ريسبيراتوري مسل وورك، يحسن يقلل الفتيج بتاع العيان، يحسن ريسبيراتوري فانكشن عموما، والبلاك جاز بتحسن معانا، فبالتالي العيان خلاص بدا خلاص محتاجين ان هو
محتاج ان هو يشيله مع الجهاز التنفسي، فمش هيشيله مره واحده كده يشوف، لا هو ليه في ترايل معينه. طبعا دي زي ما قلت ان ده بيختلف من عيان لتاني على حسب اللانج باثولوجي والريسبونس بتاع العيان. ايه الميثودو فيننج عموما؟ يا اما نحطه على اس اي ام في او بريشر سبورت او تي بيس وسي باب. دي عباره عن ترايل والعيان تحسن عليها، اوكي ما تحسنش بيرجعه تاني على ميكانيكال فنتيليشن او هيقعد شويه عليه. طيب لو بعد ما خلاص شلنا العيان، يعني عملنا له الترايل دي وبدا يتحسن تمام، واثناء الترايل بتاع الاكسبيشن دي حضرتك بيبقى محتاج ان العيان ده يتعمل له هيومبيفيكيشن، يعمل له سباتر اكسرسايز، يعمل له اسسمنت اند مونيتورنج ديورنج ذيس اكسبيشن بيريود، ويبقى محتاج كير حلوه قوي من الفيزيوثيرابي في الفترة الأولانية بتاع الاكسبيشن عشان أقلل الري انفنتيليشن تاني، إن أنا أرجعه تاني على الجهاز التنفسي. تمام؟ إيه الـ spontaneous breathing trial؟ إن العيان يتحط على يتحط على بيب على ماسك، يعني ماسك بيب بتاع ده سي باب ماسك ببيب 5 أو أقل، وبريشر سبورت 5 او اقل، واكسجين ساتوريشن اقل من 40% او 4/10. البريس اندمنت فورس بيقعد حوالي من نص ساعه لساعه لساعتين، ونشوف البلاك جاز بتاع العيان. الدنيا مشيت تمام خلاص، الاكسبتابل ان العيان خلاص البلاك جاز بتاعته اكسبتد بالحاجات دي، يبقى تمام كده. لو حصل عكس ذلك دي فيلير اوبري، هتلاقي الريسبيتور بتاع العيان عالي والساتوريشن قل، الريسبيتور الهارت ريت عمال يزيد والبريشر عمال يزيد، العيان يحصل له كارديو كاريزما والبي اتش قلت كمان، فبالتالي العيان ده خلاص هيعمل له ري انتيوبيشن، العيان ده مش هينفع الترايل دي، ويبدا ان ايه نحطه تاني على جهاز نفسه صناعي. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل فيلر سبونتينس بريسنج؟ من ضمن الحاجات الهبله او البسيطه قوي لو قدرنا نعديها، اللي هي انكزايتي والاجيتيشن. العيان ممكن يبقى سايكوز خايف، بس يعني هو كان نفسه كويس كل شويه عمال يقول نفس، فالعيان مش عارف ياخد نفسه، هو خايف يشيل الجهاز يتشال الجزم عليه ويتعب اكتر، فمجرد خوفه اساسا في حد ذاته هيعمل فيلير اوف سبونتينس بريذنج ترايل. بيدي له حاجات مهدئات، لو في انفكشن عيان لازم يتعالج منها، لو في الكترولايت بالانس ابنورماليتيز. يعني ايه الكترولايت بالانس الكترولايت ابنورماليتيز؟ اللي هي كل الاملاح اللي في جسمه بايظه زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم الفسفور، الحاجات دي كل ايه علاقتها بالموضوع؟ حضرتك اي الكترولايت موجوده في المصل في الاكشن تنشن، كل المصل بتاع جسمه من ضمنها الاكشن تنشن بتاع السبات والمصل والديافراج بلس الاكشن تنشن بتاع النيرفز عموما، فالالكترولايت دي لو ما فيهاش بلس الالكترولايت دي بتتحكم في الفوليوم بتاع البلد، لو الالكترولايت دي كويسه الفوليوم بتاع البلد هيبقى كويس، لو الالكترولايت دي مش كويسه هيحصل هايبوفوليميا، هايبوفوليميا وهايبوكالسيميا وهايبوكاليميا وهايبوناترينيا، الحاجات دي كلها هيبدا يحصل خلل. من ضمن الحاجات المهمه قوي في الخلل ده الاكشن تنشن بتاع المصل هبوظ، فيحصل مصل ويكنس اكتر لو في الكترولايت ابنورماليتيز زي الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. طيب لو الكالسيوم قليل قوي او عالي قوي هيأثر على المصل، بس هيأثر على ايه تاني؟ على القلب، بيحصل اريزميا. البوتاسيوم نفس الكلام بيأثر على القلب بيعمل اريزميا لو هو عالي قوي او واطي قوي، هايبو كاليميا او هايبر كاليميا، هايبو كالسيميا او هايبر كالسيميا. طب الصوديوم هايبو ناتريميا وهايبر ناتريميا، هيشتغل على البلاد فوليوم لان الصوديوم ده ملح وعايز معاه ميه، فبالتالي ده الصوديوم هيزود الضغط ويقلل الضغط، هيزود الفوليوم بتاع الدم فيزود الضغط ويقلل الضغط. فكل الالكترولايت ابنورماليتيزين اوريدي اصلا بتعمل لها كوركشن كونتينوس، فممكن تكون حاجه وقعت منهم فيدوروا عليها، لو لقوا حاجه زي كده يبدا العيان لازم يتعالج قبل ما يتعمل له سبونتينس ترايل دي خالص. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تبقى عند العيان وتاثر على السبونتينس بريدنج ترايل دي البانو اديما كاردياك اوديما او كاردياك اسكيميا، لازم تتعالج غالبا بتعالج بالنيتريت والدايوريتيك الحاجات المضرات للبول، والنيتريت الحاجات الموسعه للفينز فينو دايليتيشن. لو العيان عنده مال نيوتريشن دي كونديشنينج، طبعا دي كونديشنينج المال نيوتريشن هم اوريدي بيدوا العيان، غالبا بيدوا العيان سبلمنتري دراج، بيدي حاجات مكملات غذائيه. دي كونديشنينج برضو في العضلات عموما،
حضرتك دي شغلتك انت بقى، بتشتغل على البريفري بريفرال ماسل وكل الريسبيراتوري ماسل. نيورو ماسكولار ديزيز لو انا عنده مشكله نيورو ماسكولار ديزيز اوريدي، عنده ميسينيا او ترانسفيرس مايلايتس او عنده جلامبري سيندروم، الحاجات دي كلها بتاثر على اي حاجه بتاثر على الريسبيراتوري ماسل كسنترال نيورو ماسكولار ديزيز. نعمل برونكوبالمونر هيجين، ده حضرتك جزء منه ان انت بتعمل ساكشن وتعمل بوشر درينج العيان ده، تعمل كلير كل التكنيك اللي تقدر تعملها الكلير واي وتحسن الفنتريشن بتاع العيان، من ضمنها حاجات اسمها مانوال هايبر انفليشن، نعمل سبات ومصل تريننج. ده تمام تمام. لو في حاجه اي حاجه من زوايا انت ابنورمال بريشر، بننام العيان سيمي ريكامبر بوزيشن وندي العيان نيزو جاستريك، اللي بقى نتاكد ان في نيزو جاستريك تيوب موجود عشان ما تاذيش العيان، او لا حصل ما حصلوش فوميتنج ويحصل له نمونيا، ان يحصل له اسبيريشن نمونيا. هايبوثايرويديزم لو عنده مشكله في الثايرويد جلاند لازم نعمل ثايرويد تريتمنت او ريبليسمنت. لو عنده اكسسيف اوتو بيب، يعني في بيب او في كميه هواء جوه في اللنج وعامله بريشر، ندي العيان برونكو دايليتو. دي الاسباب اللي ممكن او تكون موجوده لازم الطبيب ياخد باله منها، وحضرتك جزء من الشغل بتاعها في البلمونر هيجين والريسبيراتوري اكسرسايز والبريفرال اكسرسايز بتاع او بوزيشننج، الحاجات دي كلها شغل انت مطلوب منك للعيان ده، وان شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل ترون. طيب خلاص العيان بقى فيه فيلير للسبونتينس بريزنج تايم، فمحتاج ان انا احط ارجع العيان تاني كونتينيو فنتيليشن افتر سكسسفل سبونتينس بريزنج. لو العيان عنده حاجات تانية غير الفيلير ده، ان هو عنده انستابل انجري في سيرفايكال سباين، لو هو محتاج فريكوينت ساكشن، عنده كاف ريفلكس لسه ستيل ضعيف، عنده مينتال ستيتس فيها مشكله، او كونشس ليفل عموما مش مظبوطه، او عنده ان انا مش هقدر اصلا في مشكله ان انا ارجع العيان تاني على الانتيوبيشن. انا الحاجات دي كلها هتبقى اجينست كونتينينج نيد فور انتيوبيشن، غصب عن الطبيب لازم يحطه على جهاز تنفس صناعي تاني، فمش هحطه الاندوتراكيال تيوب، هحطه له التراكيستومي. تركيبها سهل والكومبليكيشن بتاعتها اقل كتير من الاندوتراكيال تيوب. الادفانتج بتقشو الاير واي ستابيليتي، بديكريز ورك اوف بريذنج، بتمنع الفوكال كورد انجري، لان الاحبال الصوتيه مضغوطه بالاندوتراكيال تيوب، فالتراكيستومي تحت الفوكال كورد، الفوكال كورد فوق، فبالتالي مفيش اي انجري هتوصل للفوكال كورد زي الاندوتراكيال تيوب بتعمل. البرونكوبالمونر هايجين ان انا بحسن السكشن بسهوله واطلع منه اللونج سكريشن بسهوله منها، طبعا انها قريبه جدا من اللنج ومن الاير واي، غير الاندوتراكيال تيوب لازم تتحرك السكريشن جوه في التيوب لفوق خالص عشان توصل للسكشن ماشين. طيب امبروف بيشنت كوميونيكيشن، ممكن العيان يتكلم منها زي الفل، كان نسدها والعيان يتكلم منها زي الفل، او نركب على الجهاز تنفس صناعي او اكسجين، اي كان العيان هيقعد على ايه منها بالظبط. الديز ادفانتج ممكن بعد فتره طويله ممكن يحصل تراكيال ستينوز، التراكيه نفسها تتخرم، يحصل فيها تضيق، واحيانا يحصل فيستولا، التراكيه نفسها تضيق ويحصل فيستولا، يحصل فيستنوز وفيستولا من ضمن التراكيستومي دي، بتعمل بريشر على التراكيه من جوه فتبدا تعمل زي ألسر وتعمل فيستولا تخش على السوفيجاس. الكومبليكيشن غالبا ما بتبقاش عاليه قوي، بيقول لك نسبه 4-30% بروسيجر ريت كومبليكيشن، ما تبقاش فيها كومبليكيشن قوي واحنا بنحطها. تمام. اخر حاجه نتكلم عليها الكومبليكيشن والميكانيكال فنتيليشن. الميكانيكال فنتيليشن احنا قلنا حاجات كتير جدا هيعملها كومبليكيتد لو، من ضمنها البلمونري كومبليكيشن زي النمونيا والانفكشن واللانج انجري، نيموثوراكس، انفيزيما، كل ده بيعمله الفنتيليتور. طبعا، لان حاجات اللي علاقه بالهواء زي النيموثوراكس والانفيزيما واللانج انجري، الباروتروما والفليوتروما، الحاجات دي كلها نتيجه ان اللانج هنا بتاخد هواء ببرشر، فممكن في احيانا يحصل اسباز ويحصل بونكو اسباز، يحصل سكريشن تقفل
حتت معينه في اللنج، فيعمل ممكن في زود البريشر في حته معينه يعمل نيوموثوركس، يعمل انفيزيما، يعمل لنج انجري عموما لو البريشر زاد قوي. طبعا ده انا احيانا كتير بيبقى غاص خارج نطاق او خارج الكنترول بتاع الطبيب. ضمن البلمونري كومبليكيشن الانفكشن والنمونيا، طبعا النمونيا ممكن تبقى في حته تتحرك مكان تاني، فحضرتك محتاج فيزيوثيرابي محترم قوي يشتغل مع العيان ده، بلس ان العيان ده اوريدي بياخد ميديكيشن وياخد هوميديفيكيشن، بياخد حاجات كتير جدا عشان تعمل تقلل الكومبليكيشن دي، بس اوريدي بتبقى موجوده لان كل البروتكتيف ميكانيزم اللي موجوده في اللنج بتبقى نايمه تماما لاسباب كتير، من ضمنها الجهاز نفسه بينايم اللنج، اللنج بتنام لان هو بيساعدها، فاللنج بتروح مريحه واخده يعني بتقول لك لا انا ما دام في حد شغال خلاص اريح انا شويه. او زي ما احنا قلنا العيان ممكن يبقى على كنترول فنتيليشن ونحطه على سيديشن، سيديشن دي هتنيم نسبات المصل وهتنيم كل حاجه، وبالتالي العيان يخش في كومبليكيشن ونمونيا اكتر من اي من اي وقت تاني. كارديو فاسكولار كومبليكيشن من ضمنها الكاردياك اوتبوت والبلمونر اوديما لسه معديين عليها من شويه كومبليكيشن، وممكن يعمل كاردياك اريزميا، ده كله ممكن دي موست كومن كومبليكيشن كارديو فاسكولار سيستم من الميكانيكال فنتري. الجي اي تي بيحصل سوالينج ديسفانكشن اسبيريشن هايبو موتيليتي للجي اي تي للاستومك والانتستين كونستيبيشن اسوفاجايتس. السايكولوجيكال ديسفانكشن زي الدبريشن والسايكولوجي. نيورولوجيكال كومبليكيشن من ضمنها انه ممكن المصل نيوروماسكولار ديزيز والمصل سيديشن دي يعني اللي بدها العيان تاثر على سي ان اس عموما. دي كانت سيشن عن مختصره، او ان شاء الله تكون مختصره عن الميكانيكال فنتيليشن، ايه الكونسبت بتاع الميكانيكال فنتيليشن، الجولز والانديكيشن، ايه التايبس او ايه جوه الميكانيكال فنتيليشن، المودز دي عباره عن ايه بالظبط، قلنا برامج كمبيوتر، وايه الهيستوري بتاع الميكانيكال فنتيليشن كان نيجاتيف زمان وبعدين كل اللي شغال دلوقتي بوزيتيف بريشر فنتيليشن. وبعد كده اتكلمنا عن المودز وكل واحد معناه ايه، والمودز دي شغاله بسيتنج معينه، السيتنج الاساسيه فيها زي الاف اي 2 والبيب والمينيت فنتيليشن والريسبيراتوري ريت والبيك بريشر والبلاتو بريشر وتاني والتايدل فوليوم، الحاجات دي كلها وقلنا بتقاس ازاي او ايه الرينج بتاعها. كمان قلنا الكومبليكيشن، وقلنا سوري قبلها قلنا الميسلوفينينج، وبعد كده قلنا لو حصل فيلر اوف وينينج بنعمل تراكيستومي، وبعد كده قلنا الكومبليكيشن ممكن تظهر على العيان لو قعد فتره طويله او قصيره، كمان كومبليكيشن ممكن تظهر بسرعه. طبعا الحاجات دي كلها الفاريبل هنا العيان واللونج باثولوجي، العيان واللونج باثولوجي هي بتغير السيتنج بتغير المودز على حسب اللونج باثولوجي اللي قدامنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات دي باذن الله، ولو في اي سؤال منتظر اي تعليق او اي سؤال من اي حد فيكم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.